مكافحة الفقر والبطالة في مصر زيارة إلى الوزير عادل لبيب. النهاردة زرت وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، اتكلمنا في أكتر من موضوع، والحقيقة أن دلوقتي فيه رؤية قوية جدا لمكافحة البطالة والفقر. مصر فيها 60% تقريبا من الفقراء، 40% فقراء فقر معقول، و20% فقر مدقع، يعني فقر شديد. في رؤية الحكومة إن دلوقتي يتم التعامل في خطة خمسية خلال 5 سنوات للقضاء على نسبة الفقر اللي هي 40%، وخطة عشرية يعني 10 سنين للقضاء على النسبة اللي هي 20% الأكثر فقرا. احنا كل سنة عندنا 750 ألف شخص عايش شغل. مشكلة البطالة جوهرية في مصر، ومشكلة البطالة خطيرة في مصر. البطالة والمخدرات والتطرف عائلة واحدة، نفس العيلة نفس الجين. بطالة معناه يا متطرف يا مخدرات، وهيبقى على نفسه وأهله والوطن. علشان كده مكافحة البطالة أساس جوهري في المشروع الحضاري المصري. عندنا حوالي 7 مليون بلا عمل عايزين شغل، وعندنا 750 ألف كل سنة. يعني لو اتأخرنا شوية هلقوهم 8 مليون، شوية 9 مليون، شوية 10 مليون. فلابد من رؤية لمكافحة موضوع البطالة اللي هو جوهر الأزمة في مصر. الحكومة عندها تصور حقيقة ممتاز إذا تم على هذا النحو، إن في خطة خمسية وخطة عشرية زي ما قلت لحضراتكم. كمان القرية المصرية، مصر فيها أكثر من 4700 قرية. معظم القرى بقت مستهلكة، لا تنتج شيئا، بقت عبء وعالة على اقتصاد الدولة، بعد ما زمان كانت هي المنتجة وللمدن عبء وعالة عليها. فالقرية إزاي نحولها من قرية مستهلكة لقرية مكتفية ثم لقرية منتجة؟ في تصور لذلك. طيب لو أنا في قرية وخريج جامعة أو خريج معهد أو مدرسة متوسطة أو مش خريج خالص، إيه اللي ممكن أشتغله في القرية؟ مفيش حاجة. معظم القرى بلا عمل، إما كانش فيه عند أهله حاجة يشتغل فيها أو أرض لا عمل. طب ما ينفعش نهائيا، يبقى فرص العمل كلها موجودة في القاهرة واسكندرية وبعض المدن، لازم يكون في فرص عمل موجودة في القرى، وإلا احنا بندمر الريف كله شمالا وجنوبا. المشروع الجديد اللي كلمني فيه وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب فيه رؤية لهذا الموضوع، إن فيه تقريبا 250، في مشروعات كثيرة جدا، في 250 فرصة عمل لكل قرية تقريبا من الحوالي 5000 قرية، في 70 ألف مشروع صغير في العام الأول، في شركة عملاقة اسمها شركة التشغيل العامة رأس مالها 10 مليار جنيه علشان تشغل الآلاف أو الملايين اللي موجودة في الصعيد وموجودة في الدلتا بلا عمل. الخلاصة عندنا معضلتين، معضلة الفقر ومعضلة البطالة، لازم نقضي على الاثنين. انما الف هي البطالة، لان البطالة هي اللي بتخلق الفقر. فالحقيقة ان الحكومة تفكر في خطة آنية دلوقتي، 1 مليون فرصة عمل، ثم خطة خمسية، ثم خطة عشرية فيها تصور لمكافحة الفقر والبطالة. هذه رؤية ممتازة اذا استطاعت الحكومة ان تنفذها او تضعها على الطريق الصحيح. وفاصل ونكمل.